بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم، كده كله سامعني كويس؟ طيب تمام، حد عنده مشكلة في الصوت يا جماعة أو حاجة؟ طيب، من المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجنرال ليدجر. طيب يا جماعة، يعني من فضلكم تمام. احنا المفروض اتفقنا المرة اللي فاتت ان في استاذ احمد مذكور معانا، هتبعت له بس الايميل بتاعك وان شاء الله في لينك، هيكون في ديمو. يعني احنا هنعمل ديمو اونلاين، بس انا يعني ان شاء الله عايزكم ان انتوا تشتغلوا بايديكم. يعني المفروض الأستاذ أحمد مذكور، وفي نهاية المحاضرة هنتكلم، يعني هنا بس نمشي ونعرف إزاي نكمل، يعني إن شاء الله هنتكلم. طيب خلينا بس في الآخر، سيب موضوع الإيميلات ده في الآخر، وهنشوف إن شاء الله في نهاية المحاضرة هقول لكم إزاي إن إحنا نشتغل بإذن الله ده. طيب يا ريت يا جماعة، بس إحنا العمل ده الهدف منه هو هدف واحد بس، هو نشر العلم. مفيش أي هدف تجاري خالص من الموضوع، الهدف كله هو العلم والتعليم. فياريت لو سمحت نلتزم بالقوانين، اللي حابب إن هو ينشر العلم ده ممكن ينشره على اللينكات الخاصة بمنتدى الدارين، وجزاكم الله كل خير. طيب إن شاء الله هنبتدي المحاضرة. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجنرال ليدجر، وشوفنا ازاي ان احنا بنكريت الحسابات، وازاي وايه فكرة ان الحساب منقسم لجزئين، منقسم على جزء الـ Chart of Account Segment والـ Company Code Segment. ان شاء الله النهاردة هنبدأ، ده كان الجزء الخاص بالماستر داتا الخاصة بالـ General Ledger. ان شاء الله النهاردة هنبدأ ان احنا نبتدي في الـ Transactions الخاصة بالجنرال ليدجر. انا ان شاء الله هبتدي ان انا ابلود المحاضرة علشان ان شاء الله نبدأ. طيب ايه اخبار الناس في الجزء اللي فات؟ كان كويس؟ كان صعب؟ سمعنا فيديوهات تاني، عايز اعرف برضه ايه الاخبار كده. يا جماعة سامعني؟ طيب تمام، حد عنده مشاكل في اللي فات؟ طيب تمام يا احمد، طيب تمام جميل اوي. حد عنده مشاكل طب في اللي فات؟ طيب احنا ان شاء الله يعني هنبتدي المحاضرة، ونحاول بإذن الله على قد ما نقدر ان احنا نلتزم بالوقت الخاص بينا اللي هو مديته ساعة ونص، وان شاء الله بعد الساعة ونص هنبتدي ان احنا نوقف الريكوردينج ونستقبل اي حد عنده سؤال او كده. تمام، فالاسئله هي خاصه بالحاضرين يعني معانا. طيب كده كله شايف المحاضره؟ كله تمام كده يا جماعه؟ طيب تمام. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم، إنك أنت الحكيم العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وقل ربي زدني علما. المرة اللي فاتت وقفنا عند موضوع اللي هي السلايد اللي قدامنا دي، اللي هي الكوست إليمنت. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجنرال ليدجر. طيب هنا قبل ما ندخل في الكوست اليمنت، تعالى نبدأ نطبق بشكل عملي على الفيلد اللي هي بتكنترول شوية حاجات في الجنرال ليدجر. تعالى نشوفها بشكل عملي وبعدين نيجي نكمل بإذن الله.
طيب انا هبتدي ان انا اشير معاكم السكرين عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا. طيب تمام كده، كله شايف السكرين يا جماعه؟ كله شايف؟ طيب احنا المرة اللي فاتت كريتنا الحساب ده صح كده؟ كنا مسمينه ايه؟ تيست 1، وقلنا ان الحساب ده بالانس شيت صح كده؟ طيب كلام جميل قوي. تعالوا بقى نبدا ان احنا نستخدم الحساب ده ونبص عليه ايه؟ ترانزاكشن. طيب اولا الحساب ده، الحساب ده ايه؟ قلنا ان هو الفيلد ستيتس جروب بتاعه هو G005 تمام، اللي هو ايه؟ ان الفيلد فيه اللي هو الفاليو ديت ده مندر. طيب تعالى نستخدم كده الجي اف ده ونجرب. لما اجي اروح ان انا ابص اكونتنج دوكيمنت عليه خالص، قيد محاسبي من الترانزكشن اللي اسمها اف بي 50. طيب اف بي 50 دي انا كتبت الترانزكشن داير 10 فوداني عليها زي المره اللي فاتت، اما ان انا اكون حافظ مكانها في المنيو زي كده فاينانشال اكاونتنج جنرال ليدجر دوكيمنت انتري اف بي 50 اللي هي ايه؟ ده التيكو. انا كتبت التيكو ده هنا دايركت، او ان انا ابتدي ادوس عليه ايه؟ دبل كليك. حاجه ثانيه، لو انا مش عارف مكان الترانزاكشنز دي مكانها فين في المنيو، بعمل حاجه ببساطه، بقف هنا بدوس كنترول اف وبكتب اف بي 50 تمام، بقول له فايند، فبيبدا ان هو يقول لي فين مكان الترانزاكشنز دي عندي في المين زي ما احنا هنشوف. هو دلوقتي بيسيرش على الترانزاكشنز دي. طيب فانا عشان حاططها في الفيفوريت فهو جابها لي، لكن الطبيعي لو انا مش حاططها هنا هيجيبني ايه؟ يوقفني هنا عليها على طول، يجيبها لي. هو جابها لي عشان انا حاططها عندي في الفيفوريت. اوكي؟ ازاي بنضيف اصلا ترانزاكشن للفيفوريت؟ بنقف عليها كده بنقول له ايه؟ اد تو فيفوريت تمام؟ فهتلاقيها تظهر لك كده فوق اللي هي دي الترانزكشنز اللي انت دايما ليك اكسس عليها او انت عايز توصل لها بشكل افضل. طيب اول ما بنفتح الترانزكشنز دي بنكتب الدوكيمنت ديت اللي هو الديت عادي خالص اللي مكتوب على الفيزيكال دوكيمنت اللي قدامنا، ممكن مثلا ده 15/4. ده اللي مش ليه تاثير في الحسابات او على ارصده الحسابات، لكن البوستنج ديت هو ده اللي بيسمع في ارصده الحسابات وهو ده اللي يخص الفترات الحسابيه. يعني انا فور اكزامبل لو انا كاتب هنا 1/4/2017 تمام، وكاتب البوستنج ديت 17/4 او مثلا سوري اسف ده مثلا 1/1/2017 وده 17/4/2017، معنى كده ان انا الترانزاكشن اللي انا هعملها دي هتسمع عندي في ارصده الحسابات في شهر 4. لا مش لازم الاثنين يكونوا واحد. فور اكزامبل مثلا تعالى ناخد مثال، مثلا جالي انا فاتوره او وات ايفر ايه استلمتها فعليا وسمعت عندي فعليا مثلا في شهر مثلا واحد يوم 1/4 خلاص، يوم كام؟ يوم 1/4 اني دوكيمنت خليه جات لي انا استلمتها فعليا، ولكن هي طالعه من الشركه ومختومه من الشركه مثلا بتاريخ يوم 31/3/2017. طيب انا الحاجات دي سمعت عندي فعليا في الشركه يوم 1/4 في الشهر الجديد تمام، ولكن هي طالعه من الشركه بتاعتها في شهر كام؟ 3. انا لما اجي اسجل في الحسابات عندي او في الدفاتر عندي انا اسجلها في شهر كام؟ في شهر 4 صح؟ يبقى اذا مش لازم الاثنين يكونوا واحد. طيب فده انا لو جيت اطلع ارصده، هل الرصيد اللي هيطلع لي بتاع الترانزكشن دي في شهر 3 ولا 4؟ لا، هيطلع لي البوستنج ديت الدوكيمنت ديت ده اللي هو اللي مكتوب على الدوكيمنت اللي حضرتك بتعمل منها البيزنس ترانزاكشن نفسها. طيب الريفرنس ده لو فور اكزامبل مثلا كان مكتوب على الدوكيمنت اللي قدامي دي رقم، اي رقم، فبكتبه مثلا فور اكزامبل مكتوب عليها واحد كده مثلا.
ده رقم مثلا فاتوره او وات ايفر انت بتكتبه، بحيث ان حضرتك لو محتاج ان انت ترجع للدوكيمنت دي في اي وقت تقدر ان انت تدور من خلال الريفرنس ده فتعرف فين الترانزاكشنز اللي حصلت على التسليم. وهنا بتكتب اي وصف، يعني ده قيد مثلا مصروفات وات ايفر ايه، بتكتب شرح يعني انا هكتب بس ايه تست. طيب تبدا حضرتك هنا ايه تختار الحسابات اللي حضرتك هتعمل عليها الكيو. تمام، انا هختار الحساب اللي احنا كتبناه هنا اللي هو اسمه تيست وات ايفر ايه، هو بقى الحساب ده يعني اكنه بنك مثلا، حساب بنك خلاص انا مسميه ايه تيست، ان ده مثلا حساب بنك. طيب حضرتك بتبدا ايه تكتب رقم الحساب هنا. تمام، طيب بيقول لي الاكونت ده از بلوكد في البوستنج. ليه بلوكد في البوستنج؟ علشان احنا المره اللي فاتت كنا معلمين على ايه بلوك، فلما جيت ابوست لو انا عندي حساب عايز اقفله على الناس في الشركه فابدا اعلم على ايه على بلوك. طب انا هفك من عليه البلوك اوكي، هنا انا فكيت من عليه البلوك تمام. طالما عملت حاجه لازم اخرج وادخل تاني علشان يبدا يعرف ان انا ايه وصلت الحاجه دي. فانا سلاش ان خرجت ودخلت في الترانزاكشن من جديد. تمام، طبعا العمله يورو علشان احنا الاكزامبل بتاعنا قلنا ان هي اكنها شركه في المانيا، فطبيعي ان العمله الاساسيه بتاعتهم هي ايه اليورو. انا هبدا اقول ما قاليش ايه، ما قاليش ان الحساب ده بلوج، ولكن اداني warning message بيقول لي خلي بالك ان الحساب ده is flagged for deletion. معناه ايه؟ ان يعني حد بيقول ان انا عايز ادلت الحساب ده، ولكن مش اتدلت، يعني بيقول ان هو احنا عايزين ندلته، احنا بنخش نرن بروجرام بعد ما بيكون marked for deletion علشان نخش ايه ندلت الحساب ده. طيب فين الكلام ده؟ لو حضرتك خدت هنا على marked for deletion هتلاقينا ان احنا معلمين عليه. طيب انا هشيل الكلام ده برضه، لو دخلت وخرجت تاني وخد بالك ان المسج اللي ظهرت المره اللي فاتت دي كانت لونها اصفر، يعني ورننج مسج يعني بتحذرني. الورننج مسج دي احنا ممكن نخليها ايرور مسج، يعني ممكن اخليه ان هو ما يعدكش لما يكون في كيس ان الحساب متعلم مارك فور ديليشن، ما ينفعش ان احنا نعمل اي ترانزكشن، دي ايرور مسج بحيث ان انت ما تقدرش تكمل الشغل عليها. طيب فدي ليها سيتنج يعني احنا عايزين نغيرها ممكن ان احنا نقدر نغيرها. طب انا شلت المارك فوزيشن دي جبت ما قاليش حاجه صح كده؟ ما ادانيش اي مثل. طيب اديله هنا ايه؟ مثلا سي 1000 خلاص، يبقى انا كده عندي الناحيه الاولى هي ايه؟ جبت بكام؟ ب 1000. طيب كلام جميل قوي. او خلي ده كريدت مثلا، نخلي ده كريدت تمام؟ ال 1000 وهديبت هنا ايه؟ حساب مصروفات. رقم حساب المصروفات كام؟ اما زي ما كتبت رقم الحساب هنا بكتبه او ان انا ابدا اسيرش عليه. فانا هدوس اف 4 تمام؟ وانا في حساب اسمه اللي هو الكار كوست، فانا هكتب بين 200 كده كلمه كار بحيث يجيب لي كل حاجه فيها كلمه كار. فالنجمه دي معناها ان هو هيكون قبلها كلام وبعدها كلام. تمام؟ انا نشوف كده ايه اللي هيطلع لنا؟ بدوس انتر يبدا يطلع لي كل النتائج اللي فيها كلمه كار. فهنا دي ده الحساب اللي انا عايزه اللي هو اسمه company car cost اللي هو التست اللي انا بدست عليه. هدوس دبل كليك عليه واقول له ان الحساب ده هيكون جبت، اكن ده كده ايه؟ قيد مصاريف، يعني ممكن اسميه كده ايه مصاريف. ماشي؟ ممكن اكتب بالعربي عادي خالص كده. نقطة البحث تاني، طيب اوكي. انا دلوقتي عندي حساب، الحساب ده انا مش حافظ رقمه، ما انت حضرتك حاجتين، لو انت حافظ رقم الحساب ده فبتبدا ايه تكتب رقم الحساب هنا دايركت. طيب لو انت مش عارف رقم الحساب بس انت عارف اسمه خلاص، طيب اعمل ايه؟ ما يبقاش فيه حاجه هنا، وادوس انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه برضه المره اللي فاتت، في حاجتين مهمين قوي لازم تكتب، انا قلت لكم عليهم. طيب في حاجتين مهمين قوي، في حاجه اسمها اف 1 لو دوست اف 1 على اي فيلد بيشرح لي ايه الفيلد ده خلاص، دي ديسكربشن عنه. طيب انا عايز اشوف الحسابات اللي موجوده جوه اللي ممكن ان انا ادخلها هنا، فبدوس اف 4 تمام. انا لما بدوس اف 4 بيطلع لي السكرين دي، السكرين دي عباره عن ايه؟ عن سيلكشن.
تمام. يعني ايه سيليكشن؟ يعني انا عايز اختار حاجه معينه. لو انا ما كتبتش حاجه بتاع كده التشارت اكونت بتاعت اللي اسمها اي ان تي ودوست انتر، دوست انتر او دوست ستارت سيرش هنا، فيطلع لي ايه؟ كل النتائج. تقعد تختار حضرتك ايه، تقعد تشوف الحساب اللي انت عايزه وايه، تقعد تنزل لحد ما تختاره وايه؟ تدوس دبل كليك عليه كده فتختار، هو كده اختار لي الحساب ده. طيب انا مش عايز كده، انا عايز احدد حاجه معينه، مش عايز اقعد ادور كده بعيني، لا انا عايز اقول له جيب لي الحساب ده اللي هو اسمه في كلمه كار او وات ايفر بقى، في اسمه مثلا مرتبات او في مصاريف صيانه او مصاريف وات ايفر، ايه هي نوع المصاريف يعني؟ ادوات مكتبيه وات ايفر، ايه هو نوع المطلوب؟ فبدوس اف 4 وحضرتك بتبدا تكتب الكلمه اللي موجوده في اسم الحساب بين نجمتين كده. تمام؟ اسف. فكده هيجيب لي نجمه، يعني قبل كلمه كار في كلام وبعد كلمه كار في كلام. طب لو كان الحساب نفسه بيبدا بكلمه كار فما كنتش محتاج ان انا ايه اعمل النجمه دي في الاول، لو ما كانش فيه في بدايته كلام، ولكن انا عارف ان هو في بدايته كلام ونص فيه كلمه كار دي، فانا عايز اجيب كل الحاجات اللي فيها كلمه كار وبكتبهم من نجمتين وبدوس ايه انتر او معلم على اللي هو ستارت سيرش ده، فبيبدا يجيب لي ايه كل الحسابات اللي فيها كلمه كار. ده مثلا في كلمه كار تيرا كارتيرا كارتيرا، ها؟ لكن هو ده اللي انا عايزه، في كلمه ايه كار كوست، جاب لي هنا كريدت كار، فهمت؟ فده قبليه نجمه اللي هو كلمه كريدت، واللي بعد النجمه اللي هي ايه ده الكلام ده كله، تمام؟ فده الحساب اللي انا عايزه، خلاص تمام كده؟ فبدوس دبل كليك عليه فبينزل لي الحساب اللي انا عايزه ده. اداني ورننج هنا، قال لي ايه؟ خلي بالك جي ال اكونت از ريليفانت تو تاكس. ليه اداني الورننج ده؟ هقول لكم ليه اداني الورننج ده. تعالوا نبصوا كده حساب الجنرال ليدجر هنا على اللي هو 475,000 ده. تمام؟ بصوا يا جماعه الحساب ده متعلم عليه ان هو بيقلاو الانبوت تاكس اللي يعني تاكس على المشتريات، ومعمول عليه التشيك بوكس ده اللي هو ايه؟ بوستنج وذاوت تاكس الاود. طيب عشان كده هو اداني الورننج مسج دي، تمام؟ طيب انا مش هقدر ان انا اغير التشيك بوكس ده، ليه؟ لان الاكونت جروب ده معمول على السيتنج بتاعه ان مفيش حد يقدر يغير التشيك بوكس ده، تمام؟ طيب ولكن انا لو شلت التشيك بوكس ده المسج اللي احنا شايفينها هناك ورننج مسج هتكون ايرور مسج، ومش هقدر اعدي غير لما ادخل له الانبوت تاكس الاود اللي هو تاكس كود. ولكن كده ممكن ان انا ادخل تاكس كود او ما ادخلش تاكس كود. عايزين نشوفها بشكل اوضح، ممكن نشوفها على الكتاب ده. انا نشوف كده اهو، تعالى نخليه نفس السيتنج بتاع الثاني اللي هو ايه اونلي انبوت تاكس الاود، تمام؟ ولكن على الحساب ده انا مش هعلم على التشيك بوكس ده، تمام؟ تعالى نشوف ده تاثيره هيكون ايه عندنا. على كده بص شايفين المسج دي كانت ايه؟ لونها اصفر ورننج مسج، بيقول لي خلي بالك ده ريليفنت للتاكس، يعني دخل تاكس كود. طيب انا ايه؟ غيرت على الحساب ده، خليت فيه ان المسج التاكس تبقى مانداتوري يعني، عشان انا ما علمتش على اللي هو الحساب التشيك بوكس ده. تعالى نشوف ده كده ايه هيعمل معانا ايه؟ نفس الداتا بتاعتي اهي، تمام؟ ادي الحساب ده اهو كريدت، يعني كل ده فور تيست بس بوريكم التاثير. قال لك ايه؟ جي ال ده ريكوايرد ا فاليد تاكس كود. ليه بقى هنا ايرور مسج؟ حمراء، يعني ايرور مسج مش هينفع تعدي غير لما حضرتك تدخل تاكس كود، يعني لازم من هنا ادخل ايه؟ تاكس كود اللي هو عليه ضريبه. تمام؟ طب لو دخلت في هنا انبوت تاكس وفي اوتبوت تاكس والبرسنتج، لو انا اخترت الاوتبوت تاكس هنا هيديني ايرور مسج ثانيه، يقول لي لا ده انبوت تاكس بس هي اللي الاود على الحساب ده، ولازم تدخل الانبوت تاكس، يا اما تدخل برسنتج او مثلا 0%. انا اقول له لا 0% ما تحسبش عليه ضريبه.
فده ايه السبب منه؟ ان انا كده ان انا عشان مش معلم على التشيك بوكس ده، ان انا معناها كده ان انا لازم ادخل الحساب ده ضريبه، او ان هو لازم الاود للضرائب. ولكن في معظم الكيسز ان احنا غالبا بنرفع على التشيك بوكس ده، علشان دايما بيكون في هيئات زي هيئات حكوميه او حاجات معينه بتبقى معافاه من الضريبه، فانا ببقى محتاج ان انا اقول والله مع معربين هيتحسب عليه ضريبه، ومع بعض الناس ما بيتحسبش عليه ضريبه. طيب كلام جميل. طيب الحاجات دي يعني بتفيدنا في ايه؟ ان احنا بنكنترول الناس وهي شغاله، عشان ما حدش ينسى حاجه، بفاليديت على الناس وهي شغاله بحيث ان هو يشتغل بطريقه صح على قد ما نقدر، اللي هو بنعمل كنترول يعني. طيب فكده فهمنا ليه ايه الموضوع ده، فانا هشيل عليه خلاص الموضوع انه اصلا ما تكتبش عليه ضريبه خالص، وهبدا ان انا ايه. كلام جميل قوي. هخرج وادخل تاني برضه. الناس كده معايا؟ لو الناس معايا تكتب واحد. الدنيا كله تمام. طيب تمام قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل عادي الكويت بتاعي، يعني انه مصاريف يعني. تمام؟ طبعا مصاريف مثلا بتحويل بنكي، وتفضل ايه؟ خلاص؟ لو حساب البنك نقص وزودت المصاريف بتاعتي بال 1000 يورو ده. طيب اوكي انا دخلت الحسابين انتر، المسج الاولانيه بيقول لي ان هو محتاج تاكس، يا اما تدخل تاكس او ما تدخلش تاكس. اوكي طيب ثاني مسج قال لي ايه بقى؟ خد بالك اكونت اللي هو 465 ريكواير ان اساينمنت تو سي اوبجكت. سي اوبجكت ده يعني اللي هو ايه؟ حاجه بتشيل تكاليف. تمام؟ اللي هو حاجه بشيل، اللي هو الاوبجكت اللي بيشيل تكاليف، اللي هو عباره عن بول. بول بيشيل تكاليف علشان الكنترولنج، ده خاص بالسي او، ان انا كول سنتر اكونت، فانا هديله الكول سنتر. ده اللي هو سي او. طيب كده قال لي ايه؟ الدنيا هنا خضراء، وهنا قال لي ايه؟ 1000 و1000. خلاص؟ فكده القيد ايه؟ متوازن، اقدر ان انا ابص القيد ده. مش هيعديك، يعني تعالى نشيل الكول سنتر كده. لا مش بينبهك، مش هيعديك اصلا، بيديك ايرور مسج. يعني اجي ابص كده الدوكيمنت دي اقول لي ما ينفعش تبص اصلا، ما ينفعش. الايرور مسج معناها ان انت مش هينفع تكمل الترانزاكشن دي غير لما تحل الايرور مسج دي او تدخل الفاليوز اللي مطلوبه. الاحمر ده يعني في حاجه غلط، يعني السيستم مش هيكمل الشغل غير لما تصلح الخطا ده. فانا لازم ادخل الكوستنت، فانا ادخل الكوستنت اللي هو رقم 1. خلاص؟ فكده هيعديني خلاص، اقدر ان انا ابص. طيب انا اقدر اعمل ايه قبل ما ابص؟ ممكن اعمل حاجه اسمها سيميوليت. ماشي؟ ايه سيميوليت ده؟ سيميوليت يعني بيعرض لي القيد قبل ما ان انا ابص الحساب ده، فبيقول لي والله ان انت عندك كومباني كار كوست ب 1000، والحساب اللي اسمه تيست اللي هو مثلا حساب البنوك، خلاص ممكن نسميه بنك ماينس. خلاص؟ طيب في حاجه اسمها بوستن كي هشرحها لكم كمان شويه، يعني دي مهمه، دي بتحدد ايه الديبت وايه الكريدت، هشرحها لكم كمان شويه. طيب انا ممكن هنا اعمل ايه تاني غير ان انا ابوست؟ كان في حد سالني المره اللي فاتت قال لي في حاجه اسمها ان حد يابروف على الكويب. لا هذا ده مش الشكل اللي هيتطبع، ده ممكن الشكل ده تطبعه، ولكن في حاجه اسمها فورم. يعني ممكن ان احنا بناخد شكل فورم بشكل معين واخد الداتا دي بحيث ان احنا نطبع شكل الكويت. ولكن ده دي انت ممكن تطبع السكرين اللي قدامك دي، ممكن تطبعها، ولكن دي مش لا ما انا فاهم، انا فاهم قصدك، ما انا بقول لك انت ممكن تطبع دي، ايوه سيميوليت، او حتى بعد ما تبصها ممكن تطبع، ولكن مش هو ده اللي مطلوب، يعني مش ده اللي انت المفروض تطبعه. يعني تعالى تعالى بس خلينا واحده. يعني دلوقتي انا خلاص اكن ده الكويت بتاعي، وانا هقول له ايه؟ بوست. هو بيقول لي خلي بالك ان هو محتاج تاكس، فانا ما دخلتش تاكس. لما قلت له بوست قال لي ايه؟ الدوكيمنت دي بوست. فانا قلت له ديسبلاي. تمام؟ ادي شكل الايه؟ شكل ممكن تطبع ده، يعني ممكن تطبع المنظر ده. تقول له دوكيمنت وممكن ايه تبرنت، يعني ممكن تخش تبرنت وتطبع المنظر اللي هو قدامنا ده.
بس ده مش المنظر احسن حاجه يعني، او مش الاوبتيمم. الاوبتيمم ايه؟ ان احنا بيكون لينا فورم نعمل لها ديزاين معين بشكل معين، وفيها لوجو الشركه واسمها، والشكل بيبقى اوضح يعني، ما بيبقاش كده. عشان كده بيبقى صعب على الناس شويه 40 و50 والكلام ده، لا يكون في مثلا ديبت وكريدت والكلام ده كله. يعني مثلا بنعمل شويه اشكال بحيث ان الويب يبقى شكله اوضح، اي فورمه ممكن نعملها باي شكل، تمام؟ فبيطبع على حاجه اسمها صور. طيب ممكن تطبع ده او ممكن تطبع ده. طيب فانا كده عملت ايه؟ كده عادي. طب انا لو عايز احسب الضريبه، تعالى يعني تعالى نشوف شويه حاجات بقى. لا الشكل ده مش هنتعلم نصممه، لان اللي بيصمم الشكل ده هو ولا اليوزر ولا الكونسلتنت، هو الشخص التكنيكال اللي هو الديفلوبر، لان ده شغل حاجه اسمها ديفلوبمنت. فالديفلوبر احنا بندي له شكل الفورم، وهو بيبتدي ان هو يعمل تصميم اللي هو الفورم، تمام؟ طيب ازاي نحسب ضريبه مثلا على حساب؟ لو انا عايز احسب التاكس هنا، انا هقول له نفس الكود اهو، تمام؟ والاكزامبل بقى الحساب اللي هو المصاريف ده عايزين نحسب عليه ايه؟ ضريبه. وهقول له ده ديبت وده كريدت، مثلا هنا ب 1000، تمام؟ واقول له هنا ايه؟ هو يقول لي خلي بالك بيديني ورننج. ورننج معناها ان انا ممكن ادخل تاكس كود او ان انا ما ادخلش تاكس كود. فانا اقول له مثلا احسب لي تاكس نسبه 10%. طيب بيقول لي ان الحساب ده عايز سي او اوبجكت. سي اوبجكت يعني معناها بول بيشيل مصاريف وبيجمع عليه شويه مصاريف. انا كده دخلت له الكول سنتر اللي هو رقمه 1000، تمام؟ طب انا عايز اشوف شكل الضريبه هيبقى عامل ازاي. سيميوليت انتر، ما حسبش الضريبه، هقول له ليه يعني مفيش لاين طالع لنا ضرايب، المفروض هدخل هنا ونقول له ايه كالكوليت تاكس، تمام؟ معلم على الشكل، اما تقول له دوكيمنت سيميوليت، او تيجي من هنا وتقول له ايه سيميوليت دوكيمنت بروسيسنج. طيب طيب بصوا يا جماعه، هو كده ايه؟ خد 10% يعني يعتبر ان ده الجروس اماونت، تمام؟ حسب عليه ايه؟ نسبه الضريبه. اقول لكم انا عملت ايه دلوقتي من شويه، فكده معناها ان هو ان المبلغ اللي انا حاطه ده انكلودد ايه؟ انكلودد التاكس، تمام؟ طب في ناس ما بتحبهاش كده، يعني في ناس هنا بتحب حط النت اماونت، تمام؟ وحط مثلا هنا توتال المبلغ اللي هو البنك هتخرج 1100، ولكن هو عنده 1000 مصروف وعليه 10% ضريبه، فالتوتال 1100. طيب نعمل منين الكلام ده؟ في حاجه هنا حاجه اسمها editing option. editing option دي الفايده منها يعني لما تحس ان انت محتاج حاجه هتلاقي فيها اوبشنز كتير. ايه هو الاوبشنز الكتير قوي؟ في هنا من ضمن الاوبشنز اللي احنا محتاجينه دلوقتي في هنا هتلاقي حاجة اسمها، والحاجات دي يعني بتعملها سيتنج مرة واحدة بس، اللي هي كالكوليت تاكس اون نت اماونت. فكالكوليت تاكس اون نت اماونت دي معناها ايه؟ لو دوست كده علمت عليها قلت له سيف، معناها ان هو يحسب لك الضريبة على المبلغ ده، مش زي ما انا عملت قام شايل من المبلغ ده الضريبة اعتبر ان ده التوتال، لا. فانا لو قلت له كده هنا الديتيلز كالكوليت تاكس، وقلت له سيميوليت، حسب لي ان الضريبه ايه؟ 10% اللي هي ب 100 انبوت تاكس من ال 1000 اللي هو كومباني كارد كوست. ثانيه واحده بس يا جماعه. طيب تمام. طيب فهنا في شويه اوبشنز، تعال نبص عليها كده سريعا. يعني في هنا مثلا حاجه اسمها ايه؟ دوكيمنت تايب. دوكيمنت تايب هنا هيدن. طب ايه الدوكيمنت تايب دي؟ تعالى افهمكم. ايه
حد هنا شايف هنا دوكيمنت تايب؟ ما حدش شاف حاجه. تعالوا مثلا نجيب ال نجيب الحاجه الثانيه. طيب بصوا يا جماعه، فاكرين الكويز اللي احنا دخلناه المره اللي فاتت؟ احنا عملنا لسه عاملين بوست الكويز صح؟ تعالى نجيبه كده. طيب بما ان احنا فيها يعني، طيب انا دلوقتي مش احنا عملنا من شويه كويز صح؟ عملنا من شويه كويز، طب انا عايز اجيبه دلوقتي، نجيبه ازاي؟ تعالى الاول نقول نجيبه ازاي، بعد كده نرجع للشاشه دي تاني. طيب زي ما انا عملت الانتري عندي في الجنرال ليدجر حاجه اسمها دوكيمنت في تشينج وديسبلاي، انا عايز ايه؟ ديسبلاي دوكيمنت خلاص؟ بكتب سلاش ان، انا عايز اخرج من الترانزاكشن دي مثلا، انا ترانزاكشن وعايز اروح الترانزاكشن افتح فيها، وبكتب سلاش ان واكتب اسم الترانزاكشن الثاني عشان يوديني ليه؟ انا كده اخرج من ديسبلاي دوكيمنت واخش البوستنج دوكيمنت تمام؟ انا كده خرجت ودخلت الترانزاكشن ثاني. سلاش ان ده بيخرجني من الترانزاكشن اللي انا فيه. طيب انا دخلت في الايه؟ في المنيو جنرال ليدجر دوكيمنت ديسبلاي. انا عايز الديسبلاي دوكيمنت اكونتنج دوكيمنت. فلو حضرتك معاك رقم الاكونتنج دوكيمنت تكتبها هنا. طب لو مش معايا الاكونتنج دوكيمنت وعايز اجيبها تجيبها ازاي؟ هات في ريبورت على كل الاكونتنج دوكيمنت الموجوده في السيستم من هنا. حاجه اسمها دوكيمنت ليست بتدوس عليها تكتب له الكومباني كود وتقول له مثلا السنه هو 2017. ممكن تقول له مثلا هات لي الحاجات اللي الانتري ديت بتاعها كان بتاريخ النهارده 17/4/2017. بص التاريخ اما بتكتب كده 17.4.2017 دي طريقه تمام؟ او ممكن تكتب كده 17/4/2017 تمام؟ دي طريقه ثانيه. طريقه ثالثه ممكن تكتب كده 17/4/17 السيستم يفهم ان ده 17/4/2017 او انا عليك تختار عندك اس 4 وتختاره من الكالندر من هنا على طول تقول له ايه 17/4/2017. طيب في هنا تشيك بوكس تقول له هات لي كل الحاجات اللي دخلت النهارده. خد بالك انا مش كاتب ولا بوستنج ديت ولا دوكيمنت ديت ولا حاجه، انا كاتب الانتري ديت يعني تاريخ السيستم. ليه؟ لان ممكن اكون انا كاتب انا النهارده 17/4 صح؟ ممكن اكون كاتب ان البوستنج ديت انا واحد عامل شغل متاخر 15/4 مثلا وات ايفر الدوكيمنت ديت كان ايه، فانا بقول له هات الحاجات اللي دخلت على السيستم النهارده اللي هو الانتري ديت ده. قول له هات لي اون دوكيمنت اونلي يعني الحاجات اللي انا كتبتها بس ما تجيبليش بتاعت حد تاني خلاص. فدي الدوكيمنت اللي احنا ايه كريتناها كلها. طيب انا هجيب اخر واحده اللي هي رقمها 13 دي هعرض اللي هو الكود اللي احنا لسه عاملينه مع بعض خلاص. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا ايه اديسبلاي اكونتنج دوكيمنت. طيب علشان نبقى عارفين اي اكونتنج دوكيمنت بتتكون من حاجتين اساسيين، ايه هم الحاجتين الاساسيين؟ حاجه اسمها لاين ايتم اللي هم الايتمز دي حساب البنك مثلا ده كانه البنك وحساب المصاريف وات ايفر ايه، فدي الايتمز اللي موجوده. كل دوكيمنت ممكن يكون فيها لغايه 999 ايتم، يعني الكود ده ممكن يكون فيه 999 ايتم، 999 حساب ده الكود المركبه اللي فيها حسابات كتير. طيب غالبا احنا ما بنحتاجش العدد ده كله غير لما بيكون عندنا حاجه اسمها اوبننج بالانس اللي هي شركه بتطبق النظام جديد وبتبدا تدينا الارصده الافتتاحيه بتاعتنا، فغالبا بيكون الكود الواحد فيه ايتمز كتير غير كده عمرك ما توصل للعدد ده. طيب فدي الايتمز. ايه الحاجه الثانيه اللي مهمه؟ في حاجه اسمها هنا الايه؟ الهيدر. طيب الهيدر ده فيه ايه؟ بيقول لك في الدوكيمنت هيدر تيكت اللي احنا كتبناه مصاريف سيارات، وفي حاجه اسمها الدوكيمنت تايب اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. قلنا ان كل ترانزاكشن من نوع معين بيكون ليه حاجه اسمها دوكيمنت تايب. تعالى نشوف ايه الدوكيمنت تايبس اللي موجوده في السيستم يعني نعرضها كده. لو حاجه جايه من الاسيد بيبقى في حاجه اسمها اسيد بوستنج، لو حاجه جايه من البنك ستيتمنت يبقى في حاجه اسمها بنك ستيتمنت دوكيمنت، لو هي فاتوره عميل تبقى حاجه اسمها دي ار كاستمر انفويس مثلا تمام، او لو هو دفع من عميل يبقى اسمه كاستمر بايمنت. فدي ايه يعني بتجروب كل حاجات ترانزاكشنز ليها نفس الخصائص في تايب معين، ممكن بتفيدك بقى في الريبورتنج بتفيدك حاجات خلاص. الكلام جميل قوي. هنا الار اي دي مهمه قوي من الحاجات اللي لازم تبقى فاهم. الار دي اللي هي الفواتير اللي جايه لك
من موردين، ولكن حاجات في المخازن. لكن الار اي دي اللي هي فواتير من موردين في المخازن. في حاجه اسمها الار في اللي هي فواتير عملاء بضاعه متباعه من المخازن برضه، تمام، اللي هي التايبس دي. طيب وهنشوف الكلام ده. طيب فدي الدوكيومنت تايبس، دي الحاجات اللي على مستوى الهيدر. ايه الكرنسي؟ ايه الريفرنس بتاع الترانزاكشن دي؟ مين اليوزر اللي عملها؟ عملها امتى؟ الساعه كام؟ من انهي ترانزاكشن؟ خلاص، والدوكيمنت ديت بتاعها والبوستنج ديت، اللي هي حاجات ثابته مش على مستوى كل لاين. مثلا على مستوى كل لاين بيتغير رقم الحساب، صح؟ بيتغير اسمه، الكلام ده كله. ممكن يتغير الاماونت لو انا عندي اكتر من حساب مصروف، عندي مثلا حسابين مصروف ولكن من نفس حساب البنك مثلا، فالحسابات هتتغير. لكن على مستوى الهيدر هو يوزر واحد هو اللي عمل الكويت ده في تاريخ واحد، مش كل لاين ليه تاريخ، في وقت واحد، في ثانيه واحد، في بيريود واحد. خد بالك اهو، بص فاكرين الحته اللي اتكلمنا فيها؟ ادي الدوكيمنت ديت كان كام؟ 31/3. والبوستنج ديت كام؟ قال لك دي هتبقى في بيريود كام؟ بيريود 4. ليه بيريود 4؟ علشان البوستنج ديت هو 1/4/2017. خلاص؟ طيب كلام جميل قوي. تعالى نرجع بقى لايه؟ للي احنا كنا فيه. انا نخرج من السكرين دي. طيب انا لو عايز اخرج من السكرين دي اخش على السكرين الجديده فبكتب كده سلاش ان اف بي 50. طب لو انا عايز اسيب نفس السكرين وادخل على سكرين جديده بدل سلاش ان دي سلاش او. سلاش او دي معناها نيو سيشن او افتح لي شاشه جديده. فلو عملت كده هيعمل ايه؟ دخلني على اف بي 50 وما زلت في نفس الايه؟ الشاشه اللي انا كنت فيها، هي موجوده عندي. فانا عندي اكتر من ايه؟ من شاشه، شاشه فيها جي ال، شاشه فيها عامل ديسبلاي للدوكيمنت، وشاشه ان انا ابص اكونتنج لدوكيمنت جديد. طيب احنا شفنا هنا ايه؟ ان الدوكيمنت تايب كانت هنا، صح؟ اللي هي اس اي. طيب انا وانا ببص الكلام ده ما كنتش شايف حاجه اسمها اس اي هنا خالص، صح؟ لو بص editing option document type heading، لا ممكن اقول له ايه؟ ready for input مثلا. سيف، فتلاقي حاجه هنا طلعت لك اسمها ايه؟ document type. دي ما كانتش ظاهره. لو انا عايز اغيرها ممكن ان انا ابتدي ايه؟ اغير. خلاص؟ طيب تمام. ولكن مع العلم كل document type، يعني مثلا يعني هي اي دوكيمنت عموما بتبص للجنرال، ولكن في بعض الاحيان مثلا في الاسيت ما ينفعش مثلا تيجي في الاسيت تحط او ايه مثلا، او في الكاستمر انفويس دي ما ينفعش تيجي مثلا في دوكيمنت تايب اسمها كاستمر انفويس تحط فيها اسيت مثلا لما نيجي ندخل في الاسيت، فاهم؟ فكل دوكيمنت بيبقى ليها لوجيك معين، يعني اي حاجه تنفع في اي مكان. بس انا يعني حبيت اوريك الاوبشن. طيب كان في حد بيسالني الدوكيمنت بقى، هل انا اي دوكيمنت لازم ان انا ابصها دايركت وتسمع في الحسابات وفي الارشيف على طول؟ لا، في عندي اكتر من اوبشن. ايه هم الاوبشنز اللي عندي؟ عندي حاجه اسمها هولد تمام، وعندي حاجه اسمها بار. ايه هولد وايه بار؟ حد عارف؟ طيب بصوا يا جماعه، هولد دي معناها ان انا النهارده راجل شغال مثلا، اهو شغال ماشي خلاص، بعمل كويت، دخلت حسابات اهو اهوت مثلا ده، وقعدت اشتغل دخلت شويه حسابات كتير، عندي كود كبير اهو خلاص. طيب المهم انا دلوقتي جيت اكمل في الوقت ده، فخلاص انا عايز اقف لحد هنا واجي اكمل في وقت تاني، مثلا ميعاد شغلي خلص، وات ايفر ايه، رحت اعمل حاجه مهمه جالي تليفون، فانا عايز ما اعيدش شغلي من جديد، عايز ارجع اكمل عليه، وفي نفس الوقت ما يتسمعش في الحسابات، فبقول له حاجه اسمها ايه؟ هول. فلو قلت له هول طيب لو قلت له هولد هيطلع لي حاجه، يقول لي ايه؟ temporary document number، يديها رقم مؤقت. اقول له مثلا اسمها ايه؟ رقم واحد خلاص؟ واقول له هولد الدوكيمنت دي. ها؟ فور اكزامبل بقى انا خرجت خلاص؟ عايز ارجع اكمل شغلي.
وهدخل على نفس الترانزاكشن. بس عايز اكمل عليه. يجي هنا يقول لك في اونلي، تلاقي دي حاجه اسمها الايه؟ هيلد دوكيمنت. ايه؟ ادي الدوكيمنت اللي هي كريتد باي اسامه بس. هنا شايفين الشاشه فاضيه. بالظبط لحد ما انت واقف يعني. بالظبط قبل البوست. دوس دبل كليك عليها فبيجيب لك الايه؟ بيجيب لك الحاجات اللي انت دخلتها. خلاص؟ طيب فانا ابدا ان انا ايه؟ هكمل عليها عادي خالص. خلاص؟ هنا عايز ايه؟ بوست انتر. طيب كلام جميل اهو. فكده الدوكيمنت دي ايه؟ كده فهمنا يعني ايه الهولد. ايه البار؟ لو تاخد بالك ان احنا لما عملنا هولد وما عملش جنريت الرقم دوكيمنت تحت او قال لي الدوكيمنت رقم كذا بوست صح؟ ما قالش، انا قال لي اكتب رقم مؤقت ليه؟ انا كده فما حدش شاف الدوكيمنت دي غير انا بس اللي هي الهولد. لكن في حاجه اسمها البارك. ايه البارك ده؟ لو انا عندي محاسب لسه جديد بيتعلم فانا هو واخد شغل معين ولكن في حد بيراجع عليه وبعدين هو اللي بيخش ايه؟ يبوست الشغل بتاعه ده بعد ما جرب. هو بيبدا ان هو يعمل ايه؟ بارك للدوكيمنت. تمام؟ فخد بالك قال لك ايه؟ دوكيمنت رقم كذا ودوس دبل كليك عليها كده وز ايه؟ وز بارك. فبارك دي يعني رقم الدوكيمنت جنريتد. تمام؟ ولكن لسه ما سمعتش في ارصده الحسابات، يعني لو جيت اطلع ميزان مراجعه او جيت اطلع ميزانيه او جيت اطلع باي حاجه كل الفرق الدوكيمنت ده مش ظاهر معايا. ليه؟ لان هو لسه ستيل نوت بوستد. اوكي؟ طيب منين اللي احنا نبوست البارك دوكيمنت دي؟ ازاي نبوستها بقى؟ هنشوف. دخلت على اكونتنج، فاينانشال اكونتنج، جنرال ليدجر. دوكيمنت في حاجه اسمها هنا ايه؟ بارك دوكيمنت. تقول له ايه؟ بوست او ديليت. بس فاللي بيجي بارك دوكيمنت دي هو باي ديفولت جاب لي ايه؟ اخر رقم دوكيمنت. واخدها هنا كوبي كان جايب لي اخر دوكيمنت صح؟ هي دي الدوكيمنت اللي احنا ايه؟ عملناها. بيقول لك ايديت بارك دوكيمنت. طب انا لو مش معايا رقمها عايز اجيب الحاجات الباركت كلها معيش الرقم ده طبيعي. ممكن واحد يكون شغال مع عنده 20 دوكيمنت فبيعمل ايه؟ يخش على دوكيمنت ليست دي يقول له مثلا هات لي ليست اوف باركت دوكيمنت مثلا انتر باي كام باي مثلا اسامه فتح. تمام؟ او مش لازم يقول اسامه فتح، ممكن يقول ممكن يقطع الفهم الاصفر ده ويكتب احمد ومحمد وعلي اللي هو ايه؟ لو مثلا معاه ثلاث محاسبين يكتب الثلاثة يوزرز هنا ويديله كل الدوكيمنت الخاصة بيها. أو يقول له هات لي إن البوستنج ديت بتاعها كذا أو الدوكيمنت ديت بتاعها كذا أو إن التايب بتاعها كذا أو إن الريفرنس بتاعها كذا. عنده أكتر من إيه؟ من وسيلة إن هو يخش فيها. فيجيب لي كل اللي هو دلوقتي حاليا ما فيش في الدوكيمنت ده. لو عندي أكتر من دوكيمنت فبتلاقيهم إيه؟ هنعيد لك كده تحت بعض. أوكي؟ طيب فبتبدأ تعلم عليها وتدوس دبل كليك عليها. فهتظهر لك الايه؟ الدوكيمنت. تمام جميل قوي. فانت من حقك ان انت تعدل او من حقك ان انا مثلا اقول لا المبلغ بتاعها مش 1000 لا 2000 مثلا يعني. اوكي؟ فمن حقك ان انت تعدل اي حاجه عليها خالص تبدا ان انت ايه؟ تبوست الدوكيمنت. هنا سيف خد بالك. لما تدوس على ده اسمه ايه؟ سيف بارك الدوكيمنت. انا بقول له هنا ايه؟ هو. خلاص؟ قال لك الدوكيمنت دي ايه؟ posted in company code 1000. تمام؟ طيب تمام. بالظبط ده بوست. طيب كلام جميل قوي. طيب انا عايزين نشوف كمان حاجه. طيب بصوا يا جماعه تعالى ديسبلاي الدوكيمنت الاخيره دي. دوكيمنت ديسبلاي تمام. ده المنظر. مش احنا كنا مدخلين هنا على حساب المصاريف ده كوست سنتر صح؟ طب فين الكوست سنتر مش ظاهر معانا؟ طيب ازاي اظهره؟ لو دوست دبل كليك كده على اللاين ده قال لك هنا الكوست سنتر ايه؟ 1000 صح؟ طب يبدا لو دبل كليك بيجيب لك شويه تفاصيل. طيب
لو انا مش عايز دبل كليك في حاجه مهمه قوي هنا اسمها ايه؟ تشوز لاي اوت. ايه تشوز لاي اوت ده؟ لو تدوس على السهم ده في حاجه اسمها تشينج لاي اوت. ايه تشينج لاي اوت ده؟ ان ممكن حضرتك تيجي تقول ان انت عايز مثلا في حساب البنك ده كنا مدخلين الفاليو ديت صح؟ هتقول له عايز الفاليو ديت. طيب وعايز الكوست سنتر تبدا تجيبهم هنا. تمام؟ فلو قلت له كده هتلاقي عندك ظهر لك ايه قدامك الفاليو ديت. لو عندك اكتر من حساب مصاريف تبقى عارف كل واحده الكوست سنتر بتاعها وايه وايه الفاليو ديت. طيب افرض ان انا مش عارف كل مره اقعد اضيف اللي انا بضيفه ده. عايز اسيبه او يجي لي دايما بشكل اوتوماتيك. فممكن اقول له هنا سيف لاي اوت. خلاص؟ يتم اللاي اوت ده اسمه زد تيست. طيب واقول لك ان الستاندر لاي اوت ماست ستارت وذ سبيشال كاركتر اللي هو السلاش ده. يعني دايما لما نيجي نعمل اللاي اوت نبدا بالسلاش. تسميه زي ما انت عايز، تسميه ستاندر، تسميه تيست، تسميه احمد، تسميه محمد، تسميه زي ما انت عايز. خلاص؟ تقول له ايه؟ اتفضل. ايه يوزر سبيسيفيك؟ لو علمت على التشيك بوكس ده معناها ان محدش يقدر يشوف اللاي اوت ده غيرك انت. ديفولت يعني دايما كل ما ادخل جيبه لي لاي اوت. اسميه زد تيست واقول له ايه؟ سيف اللاي اوت. تعالى نخرج كده وندخل تاني. فجيت اخش الديسبلاي بعد كده. هو اوتوماتيك ايه؟ خلاص خد سيف ده اللاي اوت اللي انا بحب اشوف الكيوز يعني. خلاص؟ طيب كلام جميل قوي. ايه تشينج؟ تعال نشوف التشينج. انا ممكن اغير ايه في الدوكيمنت؟ انا ممكن اغير اماونت؟ لا. انا ممكن تغير حساب؟ لا. يعني دبل كليك كده شايفين كل الفلدات دي ما اقدرش اغير فيها، كلها مقفوله. ايه الفلدات اللي تقدر تغير فيها؟ اللي هي الفلدات اللي مكتوبه باللون الابيض دي. شايفين دي؟ لكن ده بص ما تقدرش تغير فيه. تقدر تغير الاساينمنت مثلا، اللي هي حاجات ايه تكست، حاجات مش هتاثر على الاكونتنج دوك. تاثر على الكوست سنتر مش على الاماونت، ما ينفعش انت تغير الحاجات دي. اكتب مثلا تكست. تمام؟ فدي ايه؟ دي الحاجات اللي انت تقدر تغير فيها بس اللي هي المفتوحه باللون الابيض. تمام؟ الحاجات دي ما تقدرش تغير حساب، ما تقدرش تغير اماونت، الكلام ده كله. طب على مستوى ليدر؟ لذلك على مستوى ليدر تقدر تغير الريفرنس، تقدر تغير اسمها، ما تقدرش تغير مين اليوزر، ما تقدرش تغير دخلت يوم كام ولا الساعه كام ولا الكلام ده. الداتا دي كلها ما تقدرش ان انت تغير فيها حاجه. اوكي؟ طيب. ده كده ايه؟ تشينج واقول له سيف. كده اغير حافظ التغييرات. طيب كلام جميل قوي. ادي هنا الايه؟ الانتر اكونتنج دوكيمنت. طيب تعالوا نبص على حاجه كده. انا دلوقتي لو خليت العمله هنا دولار عادي هيقبل؟ اه هيقبل معايا. دي لما اتكلمنا المره اللي فاتت في الفورين كرنسي يعني. اي سي او. فيقدر يقبل معايا باي عمله. طب امتى حد يقول لي امتى ما يقبلش معايا بعمله ثانيه غير عمله الشركه؟ يعني امتى ما يقبلش؟ حد فاكر؟ حد فاكر يا جماعه؟ يعني امتى ايه الكيس اللي ما يقدرش ما يقبلش معايا باي عمله ثانيه؟ يعني هو دلوقتي بيقبل، اقول له دولار بيقبل، امتى؟ حد فاكر؟ محدش فاكر. بلد ثانيه؟ لا انا بتكلم في نفس الشركه. بص يا جماعه تعالى يعني دلوقتي لو دخلت اي عمله على الحساب ده كان هيقبل معايا صح؟ طيب حلو قوي. تعالى نشوف اي حساب تاني كده. اهو تعالى مثلا الحسابات دي. في الحساب ده هنا عمله البلد بتاعت الشركه هي اصلا ايه في الطبيعي؟ يورو صح؟ الحساب ده حساب دولار لشركه المانيه
يعني معناها بعملة غير عملة البلد، صح؟ تعالى نجرب إن إحنا نبص على الحساب ده. لا مش قصدي كده، بص أنا قصدي إيه يا جماعة؟ تعالى نشوف أنا قصدي إيه. إحنا شفنا الحساب ده عملته إيه؟ دولار. معناه إن ده حساب بعملة أجنبية بالنسبة لألمانيا، صح؟ طالما في مصر العملة بتاعتي هي الإي جي بي، أي عملة تانية تعتبر عملة أجنبية بالنسبة لي. بالنسبة لألمانيا العملة المحلية بتاعتهم هم اليورو. الكتاب ده محطوط فيه ان العمله بتاعته ايه؟ دولار. طيب تعال نجرب نبص عليه باليورو مثلا. اهو الكتاب ده. شوف السيستم هيقول لنا ايه؟ بقول لك ايه؟ بوستنج تو اكونت اللي هو 11352 ار اونلي بوسيبل ان كرنسي يو اس دي. ليه؟ يعني ما ينفعش تحط هنا غير يو اس دي. غير كده هيديك ايرور. ليه؟ لأن الحساب ده عملته إيه؟ دولار. وعملة الشركة هي اليورو. تمام؟ لكن الحساب إيه؟ اليورو. تقدر تبص عليه بأي عملة ثانية، طالما هو الحساب بعملة الشركة. طيب. وده طبيعي. ده لوجيك، لو أنت عندك حساب بالعملة هنا في مصر. وعملتنا الإي جي بي، عندك حساب بالدولار. يعني كل الترانزاكشن يا اما بتسحب دولار يا اما بتوضع دولار، كل الترانزاكشن بتحسب العمله بتاعت الحساب. صح؟ طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ طيب انا هوقف الشير ده. طيب الناس كده معايا؟ طيب احنا كده اتكلمنا في ايه؟ فهمنا يعني ايه ال شويه الكنترول بتاعت الجي ال، وان احنا ازاي نبوست ونبارك دوكيمنت ونبوستها والكلام ده كله، ازاي نعمل لاي اوت والكلام ده كله. طيب كلام جميل قوي. اسمحوا لي بس انا هسيب موضوع البوست اليمنت ده يعني للاخر خالص، خلاص خلينا بس في الايه؟ الجنرال ليجر ده. تمام؟ ده ان شاء الله هشرحها. طيب كذلك برضه يا جماعه زي ما احنا اتعلمنا ان احنا ندارك او ان احنا نبص، حاجه اسمها بوستنج ويز ريفرنس. يعني ايه بوستنج ويز ريفرنس؟ ببساطه كده ان انت عندك دوكيمنت. تمام؟ عندك دوكيمنت هنا رقمها كذا 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 كذا، وعايز تبص ايه؟ نفس الدوكيمنت دي تاني. مثلا فايه؟ يجي هنا مثلا فور اكزامبل الدوكيمنت دي. ها؟ عندي دوكيمنت وعايز تعمل ده يعني اوبشن برضه اللي عارفين. فهتلاقي هنا ايه يا ربي؟ تلاقي هنا في حاجه اسمها ريفرنس دوكيمنت. اهي بوست ويز ريفرنس. شايفين بوست ويز ريفرنس؟ انا اسف يا جماعه انا ما عملتش سكرين شير للسكرين عندي. تقولوا لي طيب. طيب الناس معايا يا جماعه ولا ايه؟ انا حاسس ان الناس بتتوه، ولا انتوا معايا ولا ايه الكلام؟ معايا؟ الو سامعني ولا ايه؟ طيب تمام. طيب بصوا يا جماعه في حاجه اسمها بوست ويز ريفرنس. انا هقول له بوست ويز ريفرنس هنا دلوقتي بوست ويز ريفرنس. فهدي له رقم الدوكيمنت دي خلاص. اقول له انتر جي جي ال اكونت دوكيمنت. اعمل دوكيمنت زي دي بالظبط. قال لي هنا نفس الكلام اللي احنا كنا فيه. ادوس له انتر. طب ايه؟ بيجيب لك الداتا اللي كانت موجوده في الدوكيمنت ده بس. وتقول له ايه؟ بوست. هو معلم. بص يا جماعه اي حاجه بتتعلم عليها بالازرق كده هتلاقي تحت بيقول لك ايه؟ كوريكت ذا ماركت لاين ايتم. بالدبل كليك عليه كده بتلاقي الفيلد ايه؟ الحساب ده فيه مانداتوري فاليو ديت، فبندخل له ايه؟ فاليو ديت. ده حساب دلوقتي.
خلاص تبدا ايه تبص الباتون دي اللي هي ايه بوست ويز ريفرنس خلاص طيب يا جماعه فدي المفروض الترانزكشنز اللي بتحصل ازاي تعالى نخش كده في التفاصيل اول حاجه كريتنا الجي ال اكونت دوكيمنت عملنا كويب عادي خالص تمام في حاجه اسمها فاست انتري برضه مش مهم قوي يعني عملنا لها بوست ازاي شفنا ازاي نعمل سيميليت للدوكيمنت ازاي نعمل هول صح كده ازاي نعمل ديسبلاي للبارك دوكيمنت ونخش ايه نبسطها هنا بيقول لك ان الاكونتنج دوكيمنت هي بتتكون من الهيدر زي ما احنا شفنا على السيستم صح كده يكون في الكومباني كود وفي الكرنسي وفي الديت وفي الكلام ده كله واللاين ايتم بيقول لك ايه الكريدت وايه الديبت والاماونت بتاعهم وممكن نعمل توتال عليه هبقى اوريكم ازاي الكلام ده كله طيب يقول لك كل دوكيمنت فيها هيدر وايه ولاين ايتم زي ما شفناه خلاص وكل دوكيمنت بيطلع لها بوستنج على السيستم بيكون ليها يونيك دوكيمنت نمبر رقم ما ينفعش ان هو يتكرر ابدا كل دوكيمنت على السيستم ليها رقم قصدي تمام ده هو الرقم ده ما بيتكررش طيب طبعا الارقام دي زي ما احنا شفنا ايه بيحصل لها اساينمنت ايه اوتوماتيك هنا بس ما بكتبش الارقام دي ايدي طيب. كل دوكيمنت طيب ليها ايه نمبر رينج طيب كلام جميل قوي دي السلايد دي بتقول لك الحاجات اللي في الدوكيمنت هيدر اللي هو الدوكيمنت ديت البوستنج ديت ترانسليشن ديت لو انا الدوكيمنت دي كان فيها بعملات اجنبيه بيقول لك اكوردنج الان ترانسليشن ديت الانتري ديت ومكتوب بين قوسين ايه اوتوماتيك اللي هو بياخد السيستم ديت اوتوماتيك محدش بيقدر يتحكم فيه ده مثلا ممكن ايه بتقدر تعرف مين بيخلص شغله بدري بيخلص شغله متاخر الكلام ده شوف مثلا البوستنج دي قد ايه وهو مدخلها يوم كام بتعرف الناس دي شغاله مظبوط ومتاخر الكلام ده طيب تقدر تشوف الدوكيمنت تايب تمام كل على مستوى الهيدر كومباني كود الحاجات دي كلها ما بتتكررش صح اديشنال انفورميشن ريفرنس تيكت الكلام ده كله دي كل الحاجات دي على مستوى الايه الهيدر خلاص احنا شفنا اللي احنا السكرين اللي احنا شفناها دي كنا بنخش ونختار الايه الدوكيمنت وبنخش ان احنا نعمل لها بوستنج على طول ان احنا بنحدد ديبت او كريدت صح طيب كان في حاجه اسمها بوستنج كي صح كان في ظاهر لنا كده بوستنج كي 40 وبوستنج كي 50 في الاكونتنج دوك صح تعالى اوريكم اعمل لكم شير للسكرين وريكم الكلام اللي انا بقوله يعني فاكرين دول؟ اه البوستنج كي 40 و 50 طيب ايه البوستنج كي دولت؟ بص يا جماعه البوستنج كي دول ببساطه هما دول ايه؟ اوتوماتيك ولكن انا احيانا بحتاج ان انا استخدمهم لما باجي ابوست بشكل مانيوال بحتاج ان انا استخدم البوستنج كي دول علشان افهم السيستم انا هعمل ايه ديبت وايه كريدت فالسيستم بالنسبه لي ديبت وكريدت يعني ايه عن طريق البوستنج كي انا ازاي بفهم دي كل دي بوستنج كي على السيستم طيب ايه الحاجات المهمه قوي اللي انت حضرتك محتاج تعرفها بالنسبه للجنرال ليدجر محتاج تفهم ان 40 دي معناها ديبت جي ال 50 معناها كريدت جي ال طب حضرتك عرفت ازاي؟ اقول لحضرتك في حاجه اسمها هنا ايه قبل البوستنج كي مثلا ال 40 ده هتلاقي ظاهر قبليه حاجه اسمها ايه؟ اكونت تايب فالاكونت تايب جي فانت لازم تبقى فاهم ان الاكونت تايب جي خلاص معناه جنرال ليدجر خلاص فمعناها هنا جي ودي يعني ديبت 50 جي تي يعني ايه؟ كريدت انتري طيب
ايه البوستنج كي الثاني الموجود؟ عندك مثلا 01، ايه 01 ده؟ 01 ده رقم البوستنج كي. طب الاكونت تايب كي، اكونت تايب كي معناه كاستمر. خلاص؟ طيب كاستمر وايه؟ وديبت. فده واحد. 11 معناه كاستمر وكريدت اللي هو هعمل له كريدت ميمو. طيب كلام جميل قوي. عندنا مثلا للاسيت، تعال نشوف حاجه للاسيت. طيب هيظهر لنا هو مش ظاهر معانا دلوقتي، بس هيظهر لنا لما يجي دلوقتي ان احنا نبص. هوريك مش ظاهر معانا اللي هو 70 ده. شايف 70 هنا؟ طيب هوريها لكم دلوقتي واحنا بنبص. طيب باختصار البوستنج كي ده، فالبوستنج كي ده بيحدد لي ايه هو الديبت وايه هو الكريدت. طيب كل بوستنج كي عشان تبقوا فاهمين، كل بوستنج كي من ده الكونفجريشن بيكون ليه حاجه اسمها الفيلد ستيتس. يعني ايه فيلد ستيتس؟ يعني والله ببساطه مثلا، ببساطه انا باجي اقول مثلا ان البوستنج كي 40 ده هو خاص بالجنرال ليدجر مثلا، بس فمثلا فيلد اسمه اكس، انا مش محتاج الفيلد ده مع لما اجي ابص للجنرال ليدجر، اقول له اخفيه اللي هو هنا، تقول له فيلد خاص بالبوستنج كي ريليفنت فور بوستنج اون اكونت تايب اوف ذيس تايب نو سبريس. سبريس يعني ايه؟ ان احنا بنبدا نلغي الفيلد ده. خلاص؟ خلصت يا جماعه معايا؟ فبنحدد في الاخر ايه هو الديبت وايه الكريدت وبنحدد فيه في الديبت. طيب بيقول لك ايه؟ during document entry certain fees need to be filled in for example when posting the expense to the cost center and tax information is usually required. طيب. كلام ده جميل قوي. كلام ده ايه؟ جميل قوي. لو احنا لاحظنا ان احنا كنا بنعرف نكنترول البوست سنتر صح كده اوتوماتيك والتاكسي انفورميشن عن طريق ايه؟ عن طريق الجنرال ليدجر صح كده؟ طيب ليها حاجه تاني؟ يعني ليها اسلوب تاني ان انا كنترول دي الداتا دي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق البوستنج كي. مثلا البوستنج كي 40 ممكن اجي عن طريق البوستنج كي 40 ده، بس حضرتك مش اليوزر هو اللي بيعمل الكلام ده، حضرتك الشخص المسؤول عن السيستم اللي هو الكونسلتنت او الشخص السبورت في اي شركه هو اللي بيقدر يكونفيجر الكلام ده، فانت حضرتك ما بتبقاش شايف الكلام ده، لكن الحاجات اللي بتقدر تشوفها اللي هي عن طريق ايه؟ الجنرال ليدجر، شويه الكنترولز اللي احنا شفناها، لكن في كنترولز ثاني عن طريق ايه؟ البوستنج كي، فنقدر نخلي برضه شويه ايه في الداتا مانداتوري او ان انا اخفيها او اظهرها او ما اخليش حد يعرف يدخل فيها داتا عن طريق ايه؟ البوستنج كي. خلاص؟ طيب هنا بيتكلم ايه في البرزنتيشن؟ الحاجات اللي احنا شفناها ان احنا نقدر نعمل سيموليت تمام؟ او ان احنا نبوست على طول يعني قبل ما نسيموليت. طيب هنا هو بيتكلم عن الايه؟ البوستنج ان فورين كرنسي. طيب انا هاجل برضه الفورين كرنسي دي مع الكوست سنتر، يعني هسيبهم اخر حاجه. خلاص؟ خلص الحاجات الثانيه وهنتكلم في الفورين كرنسي والكوست سنتر. ودي الحاجات اللي احنا شفناها، ايه الهولد وايه البارك وايه البوك. خلاص؟ تمام. تاني ناقصنا ودي الريفرنس دوكيمنت، ازاي ان انا بوست مع الريفرنس دوكيمنت اللي احنا شفناها. طيب. كلام جميل قوي. تعالى نبص بقى ايه؟ على الريفرس جي ال دوت. احنا شفنا ان مفيش حاجه اسمها تعديل على الدوكيمنت صح كده؟ طيب فلو الدوكيمنت مثلا كانت ارقام الحسابات فيها غلط، الاماونت فيها غلط وانا عملت لها بوست، عشان تعمل الصح بتعمل ايه؟ بتريفرس الدوكيمنت الغلط دي وبتعمل واحده ايه؟ جديده او بتعمل ادجاستنج انتري بالفرق مثلا. يعني مثلا كان اكزامبل كان تعملها ب 1100 وهي المفروض تبقى ب 1000،
عايز اعمل الجزء ده ممكن اعمل كود تطوير للفرق او ان انا اعكس الدوكيمنت واعملها من جديد. خلاص؟ طيب ازاي نريفرس الدوكيمنت؟ تعالى نشوف ازاي نريفرس الدوكيمنت. هادي الدوكيمنت بتاعي. طيب يا جماعه حد يفكرني انا ما عملتش سكرين شيرين. انتوا بتبقوا شايفين فاكين عادي. طيب كده الناس شايفه صح؟ طيب تمام. ادي الاكونتنج دوكيمنت دي. حد عنده سؤال او حاجه؟ لما بتيجي تراجع الكيوب بيظهر الادجاست، بيظهر كل الكيوب. يظهر لك كل الكيوب الادجاستنج والدوكيمنت الاساسيه. يعني ايه مش عايزه يظهر؟ مش حاجه اسمها ما يظهرش. اي ترانزاكشنز بتحصل على السيستم بتظهر. يعني ايه؟ اي ما هو في غلط حضرتك عملت له ريفرس خلاص ما بقاش ليه اي تاثير. يعني حضرتك عملت له ريفرس كانه ما اتعملش بس موجود وما موجود ان هو لا اس اي بي. ما فيش حاجه اسمها ان انت تعمل نهائيا حاله. اي حاجه بتتعمل على السيستم موجوده، كل حاجة مسجلة. استحالة حاجة تتعمل وما تبانش. أي حاجة بتعملها لازم تبان. غلطت لازم هيبان إن أنت عامل الغلطة دي. كل حاجة لازم تبان. ما ينفعش إن أنت تخفي حاجة أو تتلاعب في حاجة، استحالة. لازم كل حاجة تظهر على السيستم. طيب قبل ما ريفرس الدوكيمنت عايز أوريك شوية حاجات إزاي ديسبلاي بالانس الحساب. تعالى نشوف قبل ما نريفرس ونشوف تاثيره ايه على البالانس. طيب عندي في الجنرال ليدجر اكونت دوكيمنت انتر اللي انا داخل ابوست دوكيمنت ان انا عايز ابوستها اشوف البارك دوكيمنت حاجه دي انا شفنا اول تشينج. طيب ايه الاكونت دي؟ في عندك حاجه اسمها ايه؟ ديسبلاي بالانسز. ايه البالانسز دي؟ اكتب هنا مثلا رقم الحساب اللي هو 11301 خلاص كمباني كود 1000 سنة 2017 عشان اشوف البالانسز على الحساب ده. طيب هتلاقي هنا مقسمها لك البالانس كاري فورورد لو كان في ارشده مرحله من 2016 هتلاقيها ظاهره لك هنا ارشده السنه السابقه والشهور ده شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4. دي كل العمليات اللي حصلت في شهر 4 حصل عليه فيلت ب 3055 وكريدت ب 6827. فالبالانس عندي هو كريدت بالمبلغ ايه ده. وكل شهر بيظهر لك ايه قدامه النتائج وفي الاخر بيظهر لك ايه توتال والكوميونيتي بالانس. طيب كلام جميل قوي. طيب ادي دوكيمنت. الدوكيمنت دي كانت بكام؟ ب 2000 صح؟ طيب انا عايز اريفرس الدوكيمنت دي خلاص؟ كلام جميل قوي. تعالوا ناخد سكرين شوت خلاص من رصيد الحساب دلوقتي قبل ما نلغي الدوكيمنت دي ونشوف ايه اللي حصل على رصيد الحساب ده بعد ما لغيه خلاص. فدي كده الايه؟ ده الرصيد دلوقتي خلاص. كلام جميل قوي. تعالى نريفرس الدوكيمنت اللي احنا شفناها دي. منين ريفرس الدوكيمنت؟ خش على دوكيمنت. في عندك حاجه اسمها هنا ايه؟ ريفرس. في حاجه اسمها انديفيدوال ريفرس وماس ريفرسال. انديفيدوال يعني ريفرس دوكيمنت دوكيمنت، ماس ريفرسال يعني عندي مثلا 50 دوكيمنت غلط عايز اعمل لهم ريفرس في نفس اللحظه. طيب تعالى نشوف الانديفيدوال ريفرس ده. حضرتك بتكتب له رقم الدوكيمنت هنا. ادي رقم الاكونتنج دوكيمنت ببدا ان انا ادخلها هنا. طيب بيقول لي في حاجه اسمها ايه؟ خد بالك اللي عليه علامه الصح ده اللي في علامه الصح اللي هنا دي معناه ان في دي ده مانداتري، يعني لازم ادخل في داتا. بص لو دوست انتر
يقول لي ايه؟ fill in all required entry fields، يعني من الداتا اللي هي المانداتوري لازم ادخله. ليه انت عايز تعكس هنا بقى؟ يقول لك ليه عايز تعكس الكويت ده؟ اقول له مثلا ده ايه؟ ريفرسال ان كرنت فاليو. الريزلت دي ممكن نزود منها، ممكن تقدر ان انت تضيف فيها. فدي الريزلت اللي موجوده ستاندرد في السيستم، لكن تقدر تضيف؟ تقدر تضيف. طيب فانا اقول له ايه؟ ريفرسال ان كرنت فاليو. خلاص؟ طيب في هنا حاجه اسمها ايه؟ ديسبلاي بيفور ريفرس، عشان حضرتك عايز تراجع الكويل قبل ايه؟ تبص عليه. انا كده ما عملتش ريفرس، انا كده بشوفه بعمل له ديسبلاي قبل ما ريفرس. طيب منين ده ريفرس؟ لما حضرتك بتقول له هنا ايه؟ فور. تمام؟ انا كده عملت ايه؟ اللي هو الرقم ده، انا لما اقول له ايه؟ دوت. قال لي ايه دوكيمنت؟ ده 19 4 وتبص لايه؟ كمباني كود. دي الرقم القديم وادي، صح كده؟ وادي الرقم الجديد. هو بيعكسه لوحده بالظبط. معلش انا بعتهم عندكم هنا، بس كده خليني اكون معايا ثانيه واحده. تعالى نشوف كده ايه اللي حصل، او تعالى ديسبلاي الدوكيمنت اللي هي الجديده دي اللي هي 19 4، هتلاقي فيها ايه؟ ان الحساب ده بقى ديبت وده بقى كريدت. لا حضرتك ممكن تدلك البارك اللي اصلا الريفرس ده ما حصلوش اصلا بوس، هتعمل له ريفرس ليه؟ ده ممكن تعدل فيه البارك ده مفتوح، تقدر ان انت تعدل فيه، تقدر تعمل فيه اي حاجه، تقدر تشيل منه الجيلات. هو كده كده ما سمعش في الحسابات، هو لسه متاح للتعديل ولسه ما حصلوش بوس، انت اصلا مش محتاج انك تعمل له ريفرس. ممكن تدلك، ممكن تشيله خالص، ممكن تدلكه خالص، لان ده حاجه ما سمعتش في الحسابات، فمش محتاج اصلا انت تعمل له ريفرس لان ده ما سمعش. طيب لو دوست هنا على الهيدر هتخليه بيقول لك هنا ايه؟ ريفرسال دوكيمنت ديت، لو كان هنا كده دي رقم كام؟ 15. فاربعه ده اللي احنا واقفين فيه هو ريفرسال لمين؟ ل 15. لو دوست دبل كليك على 15 هتلاقيه كان هنا الحساب ده ايه؟ كريدت. خد بالك دي الدوكيمنت الاصليه، لو دوست عليها على الهيدر بتاعها هتلاقيه بيقول لك ريفرسد باي كذا، فعرفك ان الدوكيمنت اللي هي 15 دي هي حصل لها عكس بالرقم مين؟ 4 ده. خد بالك ان ده كان كريدت، لو دبل كليك عليه هتلاقيه في الريفرسال دوكيمنت ان هو بقى ايه؟ ديبت، فهو عكس الكويس اوتوماتيك. خلاص تمام؟ طيب كلام جميل قوي، احنا كنا واخدين هنا ايه؟ سكرين شوت، صح كده؟ من الحسابات دي. طيب كان عندي كريدت بكام؟ ب 2000 صح؟ وعملت دلوقتي بقى في على نفس الحساب عملت ديبت زياده بكام؟ بال 2000 صح كده؟ ركزوا معايا بقى قوي في الحته دي عشان عايز اوريكم حاجه مهمه قوي. خلاص؟ ده اللي حصل ان الكريدت بقى ديبت ب 2000 على الحساب اللي هو ايه؟ 11301. طيب تعالى نديسبلاي الحساب ده تاني. فدي هنا ايه؟ خش في اكونت بلاي بالانس، اوكي؟ فادي الحساب بتاعي اهو. كلام جميل اهو. ازاي يعني مفيش؟ هو كده اللي احنا شايفينه ان ما حصلش اي تاثير صح؟ طب ازاي؟ بسم الله. انا معلش يا جماعه، بص احنا هنا اصلا عاملين حساب اللي هو كام؟ 11301 صح؟ ده الحساب بتاعنا، لكن اساسا الحساب اللي احنا عملنا عليه ريفرسال ما كانش هو 11301، كان 11367 صح كده؟ طيب تعالى نشوف
حاجة على 11301 دي. مظبوط؟ احنا اصلا عملنا ريفرسال على حاجة تانية. عشان كده الحساب ده الرصيد بتاعه ما تأثرش. طيب تعالى اعلمكم حاجة برضه ايه مهمة تانية. طيب كلام جميل. انا دلوقتي في اللي هو اف بي 03 الدوت. في هنا حاجة اسمها دايناميك سيليكشن. خلاص؟ دايناميك ايه؟ سيليكشن. لو بصت عليها هنا بيشتغل على الدوكيمنت هيدر بس. طيب تعالى نجيب ال تطلع من السيستم. انا كنت عايز اقول لكم ان انتوا طيب اوكي تمام. الدوكيمنت دي مثلا على ايه؟ ب 1000 صح؟ على الحساب اللي هو ايه؟ 11301. تعالى نعمل لها ريفرس. هي كانت كريدت صح؟ هذه رقمها ايه؟ زي بيفور ريفرسال صح؟ طيب فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ عمل بوست ب 1000. ادي السكرين شوت بتاعتنا تمام. تعالى نشوف بقى تاثير الحساب اللي حصل فيه. خدوا بالكم برضه يا جماعه ان دي جديده يعني دي ديسبلاي بالانسز. وخد بالك حاجه اسمها ديسبلاي بالانسز نيو. هنشتغل على النيو تمام. هي بس خلينا نشتغل عليها. طيب كلام جميل قوي. فاكرين هنا شايفين الدوكيمنت اللي احنا عملنا لها ريفرس دي كانت بالانس صح؟ البالانس كان الاول كان بكام؟ كان ب 6000 صح؟ طيب على الجديد بقى كام؟ 5000. عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي يا جماعه. الطبيعي عشان تبقى فاهم، الطبيعي في السيستم بتاع حضرتك لو شفت ممكن ما تلاقيش نفس المنظر ده، يعني مش هتلاقي الكريدت ده بقى 5000، لا هتلاقيه زي ما هو بس هتلاقي زاد عندك من 3000 دي بقت 4000. طب ليه ظهر معانا المنظر ده؟ يعني ليه الكريدت في السيستم بتاعنا بدل 6000 بقى 5000 على السيستم اللي احنا فيه حاليا؟ علشان احنا يعني السيستم ده ايدل. ففي حاجه في السيستم بتتاكد كده اسمها ايه؟ نيجاتيف بوستنج تمام؟ نيجاتيف بوستنج دي بتخلينا ان احنا لما نريفرس الدوكيمنت تبان لنا بالمنظر ده. ولكن في معظم الامبلمنتيشنز يعني احنا ما بنشغلهاش، ولكن ده اوبشن موجود في سات. يعني ممكن اللي هو ليه كونفجريشن معين. عشان كده هتلاقي المنظر ده ظهر لنا كده، لكن حضراتكم لو بتبرموا مثلا على اي سيستم ثاني مش هتلاقي المنظر كده، لا، هتلاقي ان رصيد الديبت هو اللي زاد. خلاص؟ ولكن هو هنا ناقص علشان زي ما بقول لحضراتكم النيجاتيف بوستنج شغال على السيستم اللي احنا فيه. تمام؟ طيب احنا هنكتفي النهارده بالقدر ده، وان شاء الله باذن الله المره الجايه هنخلص الجنرال ليدجر كله باذن الله.